رافضة. ما قاتلوا الأمريكان، ما قاتلوا أوروبا، ما قاتلوا اليهود، ما قاتلوا النصارى، بل يقاتلون أبناء الإسلام، بل ويقاتلون أهل السنة من المسلمين. هذا الصبي الذي قتل قبل أيام كان يقاتل في ليبيا، من يقاتل؟ كم يقاتل في منو؟ كان يقاتل في المسلمين في أهل السنة في ليبيا، ومعه رفيق آخر له ومجموعة من الصبية السودانيين الذين غرهم من غرهم من دعاة الباطل ودعاة الإفك، الذين يحرضون على القتال وهم في السودان، يحرضون الشباب، يمشوا ليبيا، يمشوا تونس، يمشوا سوريا يقاتلوا هناك، وشيوخهم قاعدين هنا في الخرطوم قاعدين يتنعمون بالمأكل والمشرب والملبس، ويودوا أولاد المسلمين هناك عشان يموتوا، يقول لهم ده جهاد واجب عليكم تمشوا، وامشوا جاهدوا وامشوا قاتلوا. وهذا الصبي ومن معه لو لم يجد من أبيه نوع تأييد وتحريض على هذا الفعل لما صار إلى ما صار إليه، ولكن وجد من أبيه نوع تأييد، لأن أباه كان يماشي هؤلاء الخوارج ويزكيهم ويثني عليهم ويقوم ويجلس معهم، لذلك كان أبناؤه هؤلاء في السجون في القتال هناك مع داعش مع الخوارج. لذلك إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب، لما يكون الأب على هذه الشاكلة وإن لم يكن خالصا مثل أولئك، ولكن لما كان فيه نوع تأييد للخوارج صار أبناؤه إلى ما صاروا إليه. والمسؤولية أمام الدعاة، المسؤولية أمام العلماء، المسؤولية أمام خطباء المساجد، أمامهم المسؤولية عظيمة. يحذر الشباب من هذه الفتن الكبيرة والشر العظيم. ولذلك كان من شروط الجهاد الدعوة أولا. الآن يمشي الداعش بيكتلوا ساي ما جاد يدعوهم، وين الدعوة إلى الإسلام؟ يا أخي هم اللي بيقول أنا مسلم، ده يا دوب اللي بيتكتل هو ذاته، فكيف تكون ده كيف تكون ده جهاد؟ قال فادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الإسلام هو الذي يقاتل من أجله، ولا تقاتل من أجل الحرص على الدنيا ومن أجل سيادة الناس كما تفعل هذه الفصائل الخبيثة المنحرفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر منهم البلاد وأن يذهب ما في رؤوسهم من الشر والفساد، وأن يهديهم إلى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. وإن أسامة لقد كنا نتمنى أن يكون حكام المسلمين كأسامة، تأخذهم الغيرة والحمية، إلا أن حكام المسلمين قد جبنوا على أمريكا، على أمريكا أن تصغي وأن تكون عاقلة. قلت كنا نتمنى ما قام به أسامة يقوم بذلك حكام المسلمين، ويا أسباه على حكام المسلمين وعلى الجيوش المكدسة والأسلحة المكدسة، ماذا تنتظرون ومتى تقاتلون وأين تحاربون؟ وأرجو الله أن يرحم أسامة فقد أدى ما أوجب الله عليه، ورحم الله أسامة رحمة واسعة وغفر الله له الذنب ووسع له قبره، والسلام عليكم ورحمة الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين